كنا ناس كانت شعلة حماس، بس الشعلة انطفت والأحلام اختفت، ومع الأيام بقوا عايشين والسلام. كان فينا زمن شغف ومع الأسف اتنسف، ولا سايبين بصمة في حاجة، يدوب قلدنا اللي سبقنا، وبنتحجج ونقول هذا ما وجدنا عليه أبقنا. فين نفسك فين نفسك، دور هتلاقي نفسك وصالحها رجع لها. هي ترضى انت تهدى، بس هي هترضى امتى لما تعيش حلمها. في أي مناقشة بين اتنين بيحاولوا يقنعوا بعض بأفكار مختلفة، كل واحد فيهم بيستخدم أساليب عشان يثبت الفكرة بتاعته، والأسلوب الشائع هو استخدام دليل. الدليل ده بيؤدي لاستنتاج، الاستنتاج ده بيؤدي لنتيجة. فمثلا لو أنا قلت أنا طالب في التعليم العالي، الدليل إن أنا طالب في كلية هندسة، وكلية هندسة تابعة لجامعة القاهرة، وجامعة القاهرة تابعة للتعليم العالي، إذن أنا طالب في التعليم العالي، وده شيء منطقي جدا. ولكن لو قلت إن المهندسين بتوع السيارات بيشتغلوا في مصانع السيارات، وأحمد بيشتغل في أحد مصانع السيارات، إذن أحمد مهندس، عندي هنا مشكلة. المشكلة دي بتتسمى بالمغالطة المنطقية. المغالطات المنطقية مشهورة جدا وبنستخدمها في حياتنا بشكل إرادي ولا إرادي، في أي مناقشة بنحاول نطلع فيها إحنا الكسبانين. المثال اللي اتكلمنا عليه في أول الحلقة هو أكبر مثال على المغالطة المنطقية. صحيح المهندسين بتوع السيارات بيشتغلوا في مصانع السيارات، بس هل يا ترى مصنع السيارات ما بيشتغلش فيه غير المهندسين؟ أكيد بيبقى فيه عامل نظافة، وبيبقى فيه رجال مبيعات وتسويق، وفي وظائف أخرى كتير. فلما أجي أقول إن أحمد شغال في مصنع السيارات فإذن أحمد مهندس، دي مغالطة منطقية. والنهاردة كده هاخدكم في جولة في المغالطات المنطقية المشهورة اللي أنتوا ممكن تكونوا تعرضتوا لها من حد هو بيتناقش معاكوا، وممكن أنتوا نفسكوا تكونوا وقعتوا فيها. المغالطة الأولى، الاحتكام إلى السلطة. انت رحت صيدلية وبعدين الصيدلي شافك وقلت له والله انا بعاني من شوية مشاكل وحاسس باعراض معينة، وتقريبا عندي ربنا يحفظكم كورونا. فيرد عليك الصيدلي يقول لك لا، الاعراض دي مش اعراض كورونا، فانت تقتنع، مع ان الصيدلي نفسه مش هو اللي مسؤول عن تشخيص الامراض. المفروض اللي يعمل ده طبيب، الصيدلي مجرد هيركب لك الدواء ويدهولك. فهنا الاحتكام للسلطة، يعني الشخص اللي مسؤول عن الموضوع لمجرد البوزيشن بتاعه أو مجرد وضعه، فأنت هتصدق أي حاجة يقولها وتعتبرها صح، ودي نفسها مغالطة منطقية. المغالطة المنطقية رقم 2، الاحتكام إلى الحداثة أو الاحتكام إلى القديم. مثلاً لو احنا قلنا إن أوروبا والدول المتقدمة بيعملوا كذا، فإذاً كذا ده هو الصح، لمجرد ان اوروبا والدول المتقدمه فيها تكنولوجيا وفيها حداثه وتقدم، يبقى اذا اي حاجه بيعملوها هي صح. او الاحتكام الى القديم، نقول لك والله احنا تربينا على كده ومن زمان واحنا دايما بنعمل الفعل الفلاني، فاذا الفعل الفلاني بما انه موجود بقاله فتره كبيره فهو برضه صح، ودي مغالطه منطقيه تانية. ونروح لمغالطه منطقيه تانية مشهوره جدا، وهي الاحراج الزائف، ان انت تربط حاجتين ببعض ما لهمش علاقه ببعض. يعني مثلا يجي يقول لك هل انت من المؤيدين للمدير الجديد ولا انت ضد مصلحه الشركه، فهو ربط هنا مصلحه الشركه بتأييدك للمدير، بينما مش شرط ان المدير ده يكون بيحقق مصلحه الشركه، ممكن يبقى مدير مش شاطر. والمغالطه الجايه بقى دي اكتر مغالطه بتضحكني، مغالطه اسمها خطأان يصنعان صواب، ودايما لما بدي مثال عليها بفتكر الليمبي وهو واقف بيتكلم على التشرد الاطفالي، وبيقول ان التشرد الاطفالي ده مش عندنا بس، ده موجود في شبرا وبنها ومش عارف امبابه ولا كانت ايه.
نفس القصة لما في أي مسؤول كبير بيتكلم في دولة وعايز يبرر الخطأ بتاعه، فعشان يبرر الخطأ ده بيبتدي يشاور على الدولة التانية المتقدمة اللي عندها نفس المشكلة، ويقول والله المشكلة دي مش عندنا بس، ده موجودة في الدولة الفلانية والدولة العلانية، على أساس ده مبرر يخلينا نقبل إن الخطأ اللي هو خطأه ده عادي مقبول طالما في حد أحسن مننا برضه بيغلط نفس الغلط، ودي مغالطة منطقية. والمغالطة اللي جاية دي تقريباً معظمنا ممكن يكون بيعاني منها، خصوصاً الناس اللي بتحاول تنصح أو تغير وعي الناس، وهي الاحتكام إلى الشعبية. لما تيجي أنت تطلع بفكرة وجيهة جداً وكويسة جداً ومدروسة وليها كمان ريفرنس أو ليها مرجعية كويسة عندك، ولكن يكون كل الناس اللي حواليك بيعملوا عكسها، فساعتها يطلع لك واحد يقول لك يعني هو كل الناس دي غلط وانت اللي صح، كل الناس دي ما بتفهمش وانت الوحيد اللي بتفهم، ودي برضو مغالطة منطقية. والمغالطة دي بقى غالبا كلنا بنتعرض لها كل يوم، لما واحد يجي مثلا ينصح في الدين ويقول والله يا جماعة الرياضات اللي فيها نوع من أنواع التعري بشكل ما فالتعري ده في الدين حرام لراجل أو لست، فيرد عليه واحد ويقول له أنت قصدك أن أنت تحرم الرياضات كلها وتحرم علينا عيشتنا ودنيتنا، ده أنت ناقص تقول لنا أن الهوى اللي أنت بتشمه ده حرام. وهنا المغالطة المنطقية أن الشخص اللي رد عليه هو افترض شيء ما قالوش الفرد الأولاني، ما عرضوش أصلا، يعني هو ما اتكلمش في حرمانية رياضة من عدمها، الرياضة نفسها مش حرام، لكن هو اتكلم على مخالفة شرعية بتحصل جوه الرياضة دي. المغالطات المنطقية كتير جدا، ممكن تقرأ عنها وتبحث عنها في الانترنت وتتشطر فيها، حلاوتها ان هي هتفيدك وتخليك تقدر تتناقش بشكل كويس وتقدر تتفادى الخدع اللي بيعملها الشخص اللي قدامك في ان هو يبوظ الحجة بتاعتك، خصوصا لو الحجة بتاعتك كانت صح. أرجوك لما تتعلم المغالطات المنطقية ما تستخدمهاش عشان تخدع الشخص اللي قدامك، استخدمها عشان تكشف الألعاب وتقدر توصل كلمة الحق بشكل كويس. في بينا ناس كانت شعلة حماس، بس الشعلة انطفت والأحلام اختفت، ومع الأيام بقوا عايشين والسلام، كان فينا زمن شغف ومع الأسف اتنسف، ولا سايبين بصمة في حاجة يدوب قلتنا اللي سبقنا، وبنتحجج ونقول هذا ما وجدنا عليه أبقنا. فين نفسك فين نفسك، دور هتلاقي نفسك وصالحها رجع لها، هي ترضى انت تهدى، بس هي هترضى امتى لما تعيش حلمها.